مجرد جلوس الصدر، تراجع الصدر وذهاب المعتصمين إلى بيوتهم وقبل بالحوار أن يجلس وياهم، ضاع كل شيء. تسريبات ضاعت، دماء الناس ضاعت، فلوس العراق ضاعت، التصحيح للوضع العملية السياسية ضاع، كل شيء ضاع، والصدر سيضيع بهذه الحوارات. طيب. سيضيع الصدر وليس المالكي. يعني هي القضية، مو قلت لك القضية، هل الصدر من يعني من الطيبة الزايدة بمكان أنه يقبل روحه روحه، لا يكون تعال المالكي خلنا نتحاور شلونك، والله كنا متزعلين وخلنا نتراضى، لا هذا مو شغل، هذا خذلان للجماهير وخذلان للعراق والمستقبل العراق والأطفال العراق. على الصدر اليوم القضية مو قضية بس الصدر، قضية شعب كامل. يعني هو اللي راح للبرلمان واللي كنت بارتي التأييد واللي أيد بمكانه، هذول كلهم حالهم حال الصدر. يعني بس الصدر اللي رمزيته الدينية صار هو بالواجهة. طيب. وأضف إلى ذلك للبرنامج اللي طرحه اللي بعقل كل عراقي شريف. أيه؟ هذا السبب التفاف الناس. أنت تقصد يعني يستمر بقضية الانقلاب على النظام وما إلى ذلك ويغير بشكل جذري، يغير بشكل جذري ربما هل العشرين 19 سنة، العشرين سنة اللي عشناها؟ لا لا، مو انقلاب، تصحيح، بالعكس هم اللي قلبوا، هم قلبوا على الدستور. صحة وسلامة دكتور. لا يوجد في الدستور، لا يوجد في الدستور ولا في القوانين أنه يصير المسؤول يفوق الفلوس تجي، الحلال ما حل بالجيب. هذا انقلاب. لا يجوز، لا يوجد في الدستور والقوانين أنه تجي ميليشيات تصير وتصير موازية للدولة، هذا انقلاب. لا يوجد في الدستور وقانون 111 أنه طببوا أطنان من الكريستال وخدروا الشعب العراقي مثل ما قال وزير الداخلية، هذا انقلاب. هم الانقلابيين في كل المجالات. على الصدر أن يصحح ويعيد الدستور إلى وضع الطبيعي.